السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الأخوة الكرام، أثناء ناقشت الماضي كيف تعرفوا وعين وزير أول المختار اللي جاي إثر انتخاب الرئيس محمد الشيخ القزواني المأمورية الثانية اللي رأى فيه نسبة 56% ونصل المأمورية الثانية، ومن المنتظر بأن هذا الوزير هو اللي عين، لأنه بينه تقريبا إلى يوم اثنين والله 3 سبتمبر بأنه يقدم أمام البرلمان السياسة العامة للحكومة. وكيف تعرفوا هذا الحدث ذا هو ما يخلى من توقعات وقراءات بعض المراقبين وبعض الساسة عقب للتشكيلة ذهية والانتظار للسياسة العامة لا يتخلق توقعات كاملة والسيناريوهات اللي احتمال بعدها تخلق. أنا رأى لنا السيناريو الأول وهو اللي أنسب للحقيقة هو بعلن رئيس الجمهورية اللي وفي نفس الوقت رئيس الدولة ورئيس السلطات العسكرية ورئيس السلطة التنفيذية، وهو اللي يحمي مثلا المؤسسات التشريعية والمؤسسات التنفيذية والقضائية، أعلنوا عنده كيف تعرفوا أقلبية مريحة في البرلمان والحكومة لا حكومته اللي مشكل، ولذا كيف قالوا بعض الساسة أعلن ما هم أزمة لا داخلية ولا خارجية، خاصة تصريح المحامي والوزير السابق ورئيس حزب سابق سيدي محمد محم، ما من خلال تدوين عدلها ظهر لنا حسب تصريحه على ما هم مثلا اسمه داخليه وعلى المسائل على انها طبيعيه وماشي على مجراها الطبيعي. السيناريو الثاني محتمل في حالة عادها مهلا سوء تفاهم يذكر بين الوزارة الأولى والبرلمان، هذا يطلب تدخل رئيس الجمهورية، وما شاء الله للمجال له أخباري فيه بلي هو كيف تعرفوا لينج 2019 طرات هدنة سياسية، المعارضة كانت مارقة على الشوارع رجعت وعادت تتحاور وعادت تدخل في الرئاسة وتمرق منها الوقت اللي بقات، وحد قد يعدد مع المعارضة ما ظهر الإعلان له يقلبوا يعدلوا مع هذا الكوكتيل دفروي، هذه الناس كاملة اللي دعمته في المأمورية الأولى والثانية على أساس برنامجه من مبادرات ومن أحزاب سياسية ومجتمع مدني، الناس كاملة يقدر لا ذاك كامل لا يفرقها يديروا على زر وخرصة لا شيء لا يوحدها، ولذا ربما لا يوحد بينهم إلى عاد اللي همه الانصراع كان برنامجه يتحقق. هذا السيناريو الثاني. السيناريو الثالث هو كيف تعرفوا نظام ديمقراطي الحكومة ينحجب عنها الثقة
وتقدرين لي قد صوت البرلمان ضدها، ولينا صوت البرلمان ضدها لا يتنحل. وهذا احتمالات كاملة واحتمالات واردة وتقدر لا تخلق. يقال اللي أنسب من السيناريوهات لذاك السيناريو الأول، اللي عندنا رئيس عنده أغلبية مريحة وعنده حكومة مشكلهم واللي من عدة إطارات والتجارب والشباب والمعرفة يقدولين اللي تعود هامتهم الشغلة، يقدو ذاك البرنامج اللي يشسدو منه شيء، والله قاعد يشسدوه كامل. والسلام عليكم ورحمة الله.